شباب السلام عليكم، كيف اخباركم؟ ان شاء الله تمام، ان شاء الله كويسين، كل سنه وانتم طيبين يا اخي. كيف اخباركم؟ قاعدين تلعبوا ورق ولا قاعدين تلعبوا؟ تمام، محترفين نص نص. كنتوا بتلعبوا هسه ها؟ بس تمام. دائما انا حامل معكم حاجه بالورق، عايزكم تتاكدوا انه الورق ده كوتشينه عاديه مختلفه كلها صح؟ طيب حنجرب معكم حاجه كده غريبه. قول لي ستوب في اي مكان. ستوب هنا ولا نغير؟ اكيد وقفتني في الورقه دي، انا ما اعرف ايش هي شنو صح؟ وقفتني في اربعه هارت صح؟ مبسوط بها. افتح يدينك الاثنين سوا، نشيل الاربعه نحطها هنا نقفل عليها. شك الورق بالطريقه دي مره ثانيه. قول لي ستوب في اي مكان. ستوب هنا ولا نغير؟ ستوب هنا. اكيد يعني انت اخترت ورقه عشوائيه وانت اخترت ورقه عشوائيه، انا مستحيل اعرف الورق ده. عندنا شنو فوق هنا؟ سبعه تشيره. سبعه تشيره صح؟ طيب نشوف، نشيل السبعه. انت عندك شنو؟ انا عندي شنو؟ عندي اربعة هارد وسبعة تشيرة. طيب شوف، حسيت بحاجة؟ لا. اي حاجة نهائي؟ متأكد يا زلمة؟ ما حسيت بحاجة صح؟ انا في الحقيقة شلت منك اربعة الهارد. عندك انت عندك، خلي الكاميرا تشوف سبعة تشيرة وهنا الاربعة. قول لي ستوب في اي مكان انت عايزه. ستوب حابب المحل ده ولا حابب نغير؟ ياهو اكيد تمام. اسحب، شوف الورقه دي براك واحفظها، خلي الكاميرا تشوفها، وريها الكاميرا بدون ما انا اشوف. خلاص قول لي ستوب في اي مكان. هنا برضو ستوب هنا ولا نغير؟ غير. ممكن نغير طوالي عشان ما تكون يعني تقول انا عملت حاجه. ستوب. اكيد اكيد. احفظ الورقه دي، خلي الكاميرا تشوفها بدون ما انا اشوف برضو. طيب يلا، قلت لي اسمك منو؟ انا عمار. عمار طيب قول لي ستوب في اي مكان. ستوب هنا. حط الورقه طوالي وافتح يدك طوالي برضو، افتح يدك. ايوه تمام. طيب هل في اي طريقه انه الورقه دي تطلع؟ والله شوف كيف حتطلع، ما في طريقه. ها. صح، ركز معي كويس شويه. طيب عمار ولا عمار صح منه؟ بشير. بشير قول لي ستوب. ستوب هنا. اوكي طيب خد الورقه طوالي، افتح يدك، نخلص من الجماعة بالطريقة دي. هل في أي طريقة إنه إحنا نطلع الورق؟ ما يا أخي بالطريقة دي لا. ما في. ما في. طيب أنا داير أحكي لكم أو أوريكم طريقة أنا دائما بعملها بتخلي كريت واحد فيكم يطلع فوق. أوريكم الحركة شنو؟ كده. بس. ده كريت منو فيكم؟ والله. كرتي. كرتك صح؟ لسه ما خلصنا على فكره. كرتك افتح يدينك الاثنين سوا، نشيل كرتك العشرة الشيريه وخدته هنا بالراحه، قفل عليه بالطريقه دي. كرتك في يدك، كرتك بنفس الحركه، شك الورق بالطريقه دي كده. انت اللي حتعمل الحركه، ما انا حعمل اسويها. سوي كده، كرتك طلع فوق طوالي اللي هو ولد شيريه. انت متاكد؟ متاكد. يمكن احنا كده لخبطنا في الكاميرا عرفتها، لكن احنا نحاول نعالج الحكايه دي سريع. ده ما كرتك صح؟ ما تفشلني يا زلمه، انت متاكد؟ ما تحاول. اها ما اكيد اكيد ولا ده شيره. طيب كرتك كان شنو قلت لي؟ في يدك 10 10 شيره وده ولا ده شيره. طيب شوف، حسيت بحاجه؟ لا ما حسيت بحاجه صح؟ لكن في الحقيقه انا شلتها الورقة بتاعتك. افتح يدك، افتح يدك. كرتك كان شنو؟ كان شنو؟ أربعة أسود. 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 أربعة أسود. وده كرتك. عملك كيف دي؟
اتعرف عليكم اول حاجه. عمر. عمر. ماجد. ماجد. عمر وماجد منو؟ ابتهال. ابتهال. هنا. هنا. طيب نجرب معكم حاجه، قاعدين تلعبوا ورق انتم؟ كوتشينة وكلام زي ده. طيب تأكدوا معي ان الورق ده كله مختلف صح؟ كوتشينة عادية فيها حاجة؟ في ناس والله بيقول لي يا اخي كوتشينتك دي مضروبة فيها حاجة فيها شيء؟ ورق عادي. قول لي ستوب في اي مكان. انا ماشي كده انت حتقول ستوب. تمام. ستوب. هنا ولا نغير؟ لا هنا. اكيد. احفظ دي براك بدون ما انا اشوفها. هنا صح؟ هنا؟ ابتهال. قول ستوب. هنا؟ احفظ الورقة دي. خلوا الكاميرا تشوفها انا ما شايف. يلا. وراي الكاميرا. الكاميرا شافتها خلاص تمام. طيب افتح لي يدك، افتح يدك كده. قول ستوب في اي مكان. ستوب هنا اكيد. خط ورقتك وافتح يدك طوالي. افتح يدك. طيب ايوه. هل في اي طريقه ان اطلع ورقتك دي؟ ما في طريقه صح؟ ما في طريقه. رايك شنو لو مشيت في الورق ده وطلعت عليك؟ بتكون حركه قويه. حركه قويه. طيب قول ستوب في اي مكان. ستوب هنا. طيب خدي ورقتك طوالي وافتح يدك برضو. طيب ورقكم راح. طبعا. بقدر اطلعه؟ صعب شويه. لو طلعته تبقى حاول. طيب انا اوريك حركه دائما بعملها والناس بتستغرب فيها. بعمل كده كريت واحد فيكم بيطلع فوق. شوف شفت الحركه دي؟ عملية انت ذاتك. ذكرت منه؟ ذكرتك صح؟ كرت. طيب افتح يدينك الاثنين سوا. كرتك نشيله وخدته لك هنا. اقفل عليه ويدك الثاني بس. تمام ذكرتك قاعد هنا. تمام مره ثانيه. عرفت الحركه كيف صح؟ هتعمليها انت ما انا حعملها. يلا اعمليها. اعمليها اقوى شديد. ايوه كرتك طلع فوق. اثنين اسود. هاي هو. انت متاكده؟ ما تلخبطيني. شوفي لو هو قولي هو. ما ها هو اكيد كان شنو؟ بيت. اه يمكن لخبطت فيها. طيب انا اشيل الاثنين دي ما مشكله. شوف جيب يدك هنا. لا خليها مقفله. خليها مقفله. حسيت بحاجه؟ حسيت بحاجه؟ نهايه؟ شلت العشره في يدك صح؟ ذكرتك. مبالغ عظيم والله. بيت الديناري ذكرتك. هاي. طيب اجرب معك حاجه ثانيه. انت عامله كيف؟ تراك شنو؟ تحس انه سحر سحر كذا. ما هو حاجه طبيعيه. هو ماسك الورقه في يده صح؟ حسيت بحاجه انت لحظه انا؟ لا الورقه ما طلعت ولا حاجه ولا اي حاجه. طيب اسوي معكم شيء ثاني. هل احنا ممكن نرجع الزمن لورا؟ صعب. صعب. مستحيل ذاته صح؟ حعمل لكم هنا زي نظريه وحاجه تثبت لنا انه احنا ممكن نرجع الزمن لورا. طيب قول ستوب في اي مكان. ستوب هنا. ايوه عشان ما تقول بعدين نغيره ويا ريت وما غيرتها. لا يا ابدا. طيب ده قلت فيه ستوب صح؟ عندنا شنو هنا؟ خمسه اسود. اذا انا شلتها الخمسه حطيتها هنا. وين الخمسه؟ في النص. في النص. هذه لا شلتها دخلتها في النص. وين الخمسه؟ في النص. فوق عندنا شنو هنا؟ خمسة هارت. إذا شلت خمسة الهارت خطيتها هنا. السؤال وين خمسة الأسود وين خمسة الهارت؟ النص تحت. أنت جبتها ولا شنو؟ دي البلد دي شنو؟ دقيقة. دي الهارت. دي هارت والأسود وين؟ الأسود في النص. في النص. إحنا إذا عملنا كده شوف الزمن رجع لورا. أوريك كيف؟ قبل شوية شلت شنو من فوق وخطيته هنا؟ خمسة. الخمسة. أيوه. فلما الزمن رجع لورا الخمسة بتطلع فوق وخمسة الأسود خشت جوا طلعت برا. دي طريقة احنا رجعنا بها الزمن. عرفت كيف؟ ان شاء الله كده تكونوا استمتعتوا معنا بالعرضة. يديكم العافية. تسلموا كثير. شكرا لكم يا تسلموا كثير. الكرام في كل مكان لسه متواصلين معاكم وكل سنة وانتم طيبين. اليوم احنا هنا متواجدين في شارع النيل مع الفنان صفوة الجيلي. اهلا بك يا كيف اخبارك؟ اهلا بك. الحمد لله تمام. كل سنة وانت طيب ان شاء الله. وانت طيب. كيف اخبارك؟ تسلم الله يخليك. تمام الحمد لله. كيف مع اجواء العيد؟
والله العيد اول حاجه بنهني كل المشاهدين وبنقول لهم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد على الجميع. العيد تمام ونتمنى انه كل الناس تكون مستمتعه بالاجازه بتاعت العيد ان شاء الله. امين. نبدا خلي المشاهدين يركزوا معنا هنا اليوم معنا الفنان. طيب قاعد تلعب ورق؟ والله ما 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 قاعد ما قاعد تلعب صراحه. هنا عندي ورق بس نتاكد المشاهدين كمان يشوفوا انه الورق كله مختلف. شايف وانت كمان شايف انه الورق كله مختلف. نعم ما في ورقه بتشبه الثانيه. صحيح تمام. طيب حكون ماشي كده قولي ستوب في المكان انت عايزه. اوكي بس قولي ستوب في اي مكان. ستوب احفظ دي. اوكي كاميرا شافت. ايوه كان كنت اقول ستوب في اي مكان. صح انت قلت ستوب في المكان انت بيريحك. نعم شفت ورقه. صحيح المشاهدين شافوها انا ما شفتها. صح. انت شفتها. اكيد الكلام ده صح. نعم طيب مستحيل اعرف الورقه. والله يا اخي كذا نشوف. مستحيل مبدئيا يعني. لا اكيد ما حتعرف. ما حعرفها. ما حتعرف لاني ما شفتها. لانك ما شفتها طبعا. طيب قول لي عادي الورقه كانت شنو مشكلة؟ هي الورقه 10. 10 شنو؟ شكلها كيف؟ 10 اسود لونها اسود. نعم. المشاهدين كمان شافوها معنا صح؟ نعم ايوه. شايف عندنا الورقه؟ شايفها؟ نعم ايوه اوكي. اثبت معك هنا. طيب. اوكي شوف. شايف اللي حصل ده؟ اوه. بس لحالي صباعك من هنا كمان. تمل النهايه. لاحظ معي هي 10 اسود. اي والله صحيح هي صح ولا هي نفسها. كان انت اخترت الورقه. انا هي نفس الورقه اللي اخترتها. الورقه الثانيه كان بيحصل شنو؟ يمكن ما كانت حتظهر معك. كانت حتظهر برضه. لا ما حتظهر معك. شنو طيب؟ دي حاجه غريبه. لا دي حاجه بسيطه. شوف جرب معك حاجه ثانيه. بالحبال دي. طيب. شايف عندنا حبل طويل هنا. طيب ناسي احنا نشتغل مبدئيا بالطويل ده. نعم. امسكوا معي هنا. امسكوا شدوا معي. في حاجه؟ لا اكد للمشاهدين لو في حاجه. ما في حاجه اكيد. حبل عادي؟ نعم ما في شيء. طيب ركز معي انا حاخد حمل فيه عقد بالطريقه دي. تمام العقده الاولى يسوي عقده ثانيه هنا كده. مركز معي؟ مركز اي. العقدة الثانية؟ طيب. والعقدة الثالثة شوية سواها شوية بعيدة. الحبل فيه ثلاثة عقد زي ما أنت شايف، واحد اثنين ثلاثة. صح. شايفين؟ تمام؟ واضحة. إذا شفت العقدة الأولى خطيتها هنا، والعقدة الثانية خطيتها هنا، والعقدة الثالثة خطيتها هنا. أيوه. عندي كم عقدة في يدي؟ عندك ثلاثة عقد. ثلاثة عقد، مربوطات صح؟ أيوه. أنفخ فيها. شفت اللي حصل ده؟ أيوه. شوف واحد اثنين ثلاثة. كلهم راحوا. لسه ما خلصنا ما خلصنا. لا 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 ده كلام غريب كده. دقيقة لحظة واحدة. ما خلصنا ما خلصنا. قبل شوية كانوا ثلاثة عقد صح؟ شوف كانوا ثلاثة عقد دقيقة وبعدينك أنت بنفخة يعني كيف تتفك؟ انفخ فيه ثاني. طوالي رجعوا كلهم في محلاتهم. اتأكد إنها ربطة حقيقية وخلي المشاهدين كمان يشوفوا. دي عقدة حقيقية ودي العقدة الثانية. فيكم أنت ما أنا فيكم. لا هو هو الموضوع طبعا أنا أقول لك حاجة. الموضوع غريب نوعا ما لكن هي دي خفة يد ولا سحير ولا لا لا كلها خدعة بصرية وخفة يد. انا قاعد اخدع فيك. لا لانه انت عارف الحاجة دي للزول العادي يعني يستحيل انه ليه يستحيل عادي؟ آه ما الواحد ما بصدق. تقدر تسويها؟ انا ما بقدر اعملها لانه الحاجة دي يتخيلها عايزة خفة وعايزة تركيز وعايزة كم حاجة كده مع بعض صح؟ اي لانه انت يعني انا كانسان بسيط كده وتفكيري محدود بعرف انه الحاجات لو الواحد لو ما ركز فيها ما بيقدر يعرف تفاصيل اجنب طبعا صح؟ ولا حتى لو انت لما تركز في الحاجه يا دابا ما عرفت الحاجه. الله دي مشكله. خلاص ما عايز اركز. نرجع اوكي تمام. اكد لي انه ده حبل صغير بس فيه حاجه؟ لا خلي الناس يشوفوه. ده حبل صغير ما في حاجه. ده الحبل الاول. ده الحبل الثاني. ده طويل شويه. ايوه متوسط نوعا ما ده طويل. اوكي ممتاز. صحيح اكيد. امسك الحبل ده. طيب كويس. طيب خلينا نوري المشاهدين. شايف ده الحبل الاول. ده الحبل الطويل. اوكي ده الحبل الصغير. ده الصغير وده المتوسط معي. ده المتوسط اديني له. طيب طيب ده الحبل الطويل. يس. ده الحبل المتوسط. نعم. ده الحبل الصغير. ايوه شايف. شوف بيجوا بنفس الطول. ده الحبل الاول. الحبل الثاني
ده الحبل الثالث. احنا ثلاث حبال بنفس الطول. قبل شيء كان واحد صغير متوسط وطويل. لا 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 الكلام ده ما طبيعي. لا لا الكلام ده ما طبيعي. لا ركز معي. هنا عندي كم حبل بقوا؟ حبلين. عندك حبلين في يدك. شوف والحبل الثالث. بقى حبل كامل. شوف. لسه لسه ما لا لا دقيقة هي. شوف عندي مقص عندي دقيقة عندي مقص. شوف المقص ده. قص الحبل. مرة تانية رجعوا زي ما هو. شوف إذا شلناه كده عملنا كده الحبل رجع زي ما هو. لسه ما انتهينا لسه للنهاية. شوف لكن إنه مشدود صح. طيب أنا أوريك السر في الحاجة دي. لا لا دقيقة أنا ما توريني السر. دقيقة للنهاية أنا أربطك بالحبل ده. لا إحنا ما دقيقة نشوف الحاصل شنو. نرجعهم زي ما ربطوني قبل كده في الحلقة فاتت ربطوني. هاي لأنه ما ممكن يا أخي حبل من قصير ل أوريك السر. أوريك السر أشرح عليك بكامل. أنت لما تركز في النهاية دي بتاعت. طيب شايف النهاية. ركز فيها. شايفة. شايف المشاهدين واحد اثنين ثلاثة. بشيل النهايتين دي مع بعض شايفهم. هاجي اعملهم. خليني اشرح عليك. اشرح ولا انا اشرح؟ انا طبعا مركز مع مع يدينه شديد لحد لما ما بقدر يعني ما شايف لانه السرعه والخفه. امسك الطرف ده. امسك الطرف الثاني ده. اوكي طبعا ده ثلاثة حبال بنفس الطول. ده الحبل الاول ده الثاني ده الثالث. واضحين ولا ما واضحين؟ واضحين اكيد. اوكي في البدايه كانوا شنو؟ كانوا ثلاثة حبال اصلا. واحد صغير واحد صغير واحد متوسط واحد طويل. واحد طويل صح. طيب ركز شوف واحد اثنين ثلاثة. ممكن انت هسي تتأكد من الحبال وكمان المشاهدين يتأكدوا انها عادية ما في اي حاجة. طبعا انا عيوني زغلل شايف. والله لكن ده كلام عجيب. كلام عجيب صراحة. دينا تعليق مثلا للحاجة دي. اوكي والله انا 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 سعيد جدا انه كنت الليلة ضيف. وصراحة عبد الرحمن هو واحد من يعني ما اعرف انا اقول عليك ساحر ولا لكن انت بجد شاطر في الحاجة اللي انت بتعمل فيها. انا سمحت جدا بانه كنت معك واسي انا راسي لافي طبعا. ليش شرف والله تسلم كثير. شكرا جزيلا يا عبد الرحمن كثر خيرك. مرة جاية ان شاء الله. هاي المرة الجاية نحاول يعني انا ما اعرف لكن شغلك ده مرة جاية فكرة تفكار على الفكرة. هو محتاج تفكير تفكير يعني. كثير صح؟ اكيد ومجهود ذهني كبير يعني. اكثر من اي حاجه والممارس اكثر. اي لانه انا بعرف انه السحر عنده تفاصيل وعنده قواعد وعنده لا لا لا, 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 لا هو اقرب للسحر. مش اقرب للسحر فن هو مهاره. خفه. انت مش فنان؟ خفه بتاعتي. نعم. طيب ده كمان فن. ايوه اوكي. طيب أوكي. انا عايز اسمع منك حاجه. سمعنا حاجه كده مش طيب انا اسمع المشاهدين ممكن يا عبد الرحمن اسمع المشاهدين لك اسبوعين. وأنا بهديها لكل الناس بمناسبة العيد وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. لك أسبوعين ما جيت مالك يا زول خليتنا من دون أسباب جافت وإن شاء الله المانح خير عشان عارف الناس رايدنك ديما بالأشواق راجنك الناس رايدنك ديما بالأشواق راجنك ما برضو غياب عنك واليوم بيشوفوا كثير. شكرا جزيلا. شكرا عبد الرحمن. شكرا كثر خيرك. ان شاء الله اشوفك في المرات الجايه باذن الله. ان شاء الله. انا سعيد بك جدا. الله يخليك. ضيف مميز على الحلقه. الله يخليك. شكرا كثر خيرك. شكرا. يديك العافيه. شكرا. مشاهدينا الكرام وكده احنا نكون وصلنا لنهايه الحلقات. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في الاربع حلقات وان شاء الله تشوفونا في حاجات لقدام. كل سنه وانتم طيبين وشكرا.